أهلا بكم إلى نشرة السادسة، نبدأها بالعناوين. جلسة استثنائية ترفع بلا انتخاب رئيس لبيت التشريع، مجلس النواب يكتفي بالتصويت على تمديد عمل مفوضية الاقتراع 6 أشهر. واشنطن ترد على استهداف القواعد بقصف جرف الصخر، الحكومة تدين الاستهداف الأمريكي وتحذر من نشاطات مسلحة في العراق. أهلا بكم. صوت البرلمان على تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين تحقيق التوازن السياسي واستنادا إلى النظام الداخلي. بيان رسمي ذكر أن البرلمان وفي جلسة استثنائية عقدت بحضور 180 نائبا صوت أيضا على مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين إلى حين المصادقة على نتائج اقتراع مجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان. من بغداد معنا الآن مباشرة مراسلنا علي أسد. أهلا بك علي. علي، يعني ما أبرز ما شهدته جلسة البرلمان الاستثنائية وماذا بعد أن رفعت؟ ماذا بعد رفعها؟ نعم، حدث الأمر الذي كان يتوقعه النواب هذا اليوم قبيل جلسة مجلس البرلمان. توقعوا أن يتم تأجيل التصويت على اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي، كما ذكر البيان الرسمي لحين تحقيق التوازنات السياسية، على اعتبار أن النقاشات السياسية خارج البرلمان لا تزال مستمرة. المنصب مهم جدا وسيادي، وبالتالي لابد من وجود توافق من مختلف الأطراف السياسية حتى يتم التصويت على رئيس جديد. الجلسة لم تستمر كثيرا بشكل مباشر، بعد تقريبا استمرت لمدة أقل من ساعة صوت مجلس النواب على تمديد عمر المفوضية حتى 54 شهر، وبالتالي هنالك منح مجلس النواب لهذه المفوضية الحصانة الكاملة وكذلك الوقت الكامل لإجراء انتخابات المحلية وكذلك انتخابات أقليم كردستان ومتابعة ما بعد عملية الانتخاب من عمليات الاعتراض وإخراج النتائج وغيرها. إذن مجلس النواب أنجز المهمة الكبيرة جدا وهي تعديل قانون مفوضية الانتخابات في 3 جلسات استثنائية شهدت تقلبات على المستوى السياسي وعلى المستوى الداخلي لمجلس النواب، وبعد ذلك سيدخل مجلس النواب في عطلة تشريعية حتى مطلع العام المقبل، سنة تشريعية جديدة مع تأجيل عدد كبير من القوانين التي أجلت إلى السنة المقبلة نتيجة للصراعات السياسية سواء خارج مجلس النواب أو حتى في داخل مجلس النواب. لكن في حديثي مع السادة النواب توقعوا خلال الفترة المقبلة وقبيل ربما قبيل الانتخابات المحلية أن تجري جلسة استثنائية بطلب مجموعة من النواب كما جرت خلال الجلسات الماضية، ربما يرفع طلب إلى رئيس مجلس النواب الحالي وبشكل مؤقت السيد المندلاوي ودعوة النواب إلى جلسة استثنائية للتصويت واختيار رئيس جديد للبرلمان. هذا أمر متوقع خلال الفترة المقبلة، وبالتالي ما حدث في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم أمر تحدث عنه الكثير من السادة النواب وتوقعوه، على اعتبار أن المدة قصيرة من قرار المحكمة الاتحادية وما بعدها وما جرى من تقلبات كثيرة سياسية، كذلك أجواء الانتخابات المحلية تؤثر بشكل كبير، نتحدث عن أقل من شهر على الانتخابات المحلية. كل هذه التأثيرات تجعل من الصعوبة في الجلسة الحالية التصويت على اختيار رئيس جديد للبرلمان. إذن بانتظار التوافقات السياسية والاجتماعات السياسية التي ستجري خلال الأيام المقبلة، تحدث السادة النواب على أن المكون السني قد قدم مجموعة كبيرة من المرشحين، أكثر من 8 مرشحين لتولي رئاسة مجلس النواب، والمرشحين لا بد من أن يتم تحقيق كافة الأصوات عليهم من قبل كذلك الكتل السياسية الأخرى المكونة للبرلمان، لأن العملية ليست بالسهولة التامة التي يمكن من خلال جلسة واحدة فقط أن يتم تمرير رئيس جديد للبرلمان. التوافق لا يتم فقط في داخل مجلس النواب، إنما التوافق بشكل أساسي يتم في الخارج. ووفق النظام الداخلي فإن في حال حدثت جلسات مقبلة فأن السيد المندلاوي الرئيس الحالي لمجلس النواب أو المؤقت لمجلس النواب هو الذي سوف يدير الجلسات إلى حين التصويت واختيار رئيس جديد للبرلمان. والآن الأجواء السياسية بشكل عام كلها تؤدي إلى إنجاح الانتخابات، والتركيز الكامل يتم إلى إنجاح الانتخابات، وهذا ما تم خلال جلسة هذا اليوم من خلال تمديد عمر مفوضية الانتخابات بعد طلب من المفوضية إلى رئاسة البرلمان، وهي ورئاسة البرلمان والبرلمان هو الوحيد الذي بإمكانه صلاحيته أن يمدد عمل المفوضية الحالية. إذن مراسلنا من بغداد علي أسد، شكرا جزيلا لك.
وكان تحالف القيادة حول رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس حزب سيادة الشيخ خميس الخنجر مجتمعين بنسبة المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب. وأكد اجتماع قيادات التحالف ونوابه أن المجتمعين يمثلون الغالبية السنية بعدد النواب ويخولون الحلبوسي والخنجر بتسمية المرشحين لمنصب الأول في الاستحقاق السياسي السني وفقا للاستحقاق الانتخابي لشغل المنصب بقبول وطني. وأكد المجتمعون أيضا استمرار دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها وورقة الاتفاق السياسي بما تمثله من مطالب شعبية واستحقاقات وطنية، وشددوا على الحرص على أمن واستقرار البلد وتجنب كل ما من شأنه المساس بهما. ناقش برنامج الحق يقال انتخاب رئيس مجلس النواب خلفا للحلبوسي بعد انهاء عضويته، وتحدث المشاركون عن تقديم حزبي تقدم وسيادة المرشحين للمنصب بوصفه استحقاق الكتلة السنية الأكبر في البرلمان. فإذا اتفق اليوم في اجتماع اليوم السيادة مع تقدم على تحديد اسم واحد للترشيح، يذهبون إلى جلسة غدا التي لا أعتقد أنها ستحسم رئيس البرلمان، يعني غدا لا أعتقد أن رئيس البرلمان سيتم انتخابه. فإذا ذهبوا هاتين الكتلتين بمرشح واحد مع التزام الساسة الشيعة الإطار التنسيقي بوعدهم بأن السنة إذا جاءوا بنصف زائد واحد فإن الإطار التنسيقي سيذهب خلف اختيار الكتل السنية، سيكون المرشح بلا شك من تقدم أو من السيادة أو باتفاق الطرفين. تقريبا حسم هذا الموضوع من خلال بعض قيادات الإطار التنسيقي، وخولوا السيد خميس الخنجر والسيد الحلبوسي بترشيح شخصية وهم سوف يكونوا مساندين له وسوف يصوتوا لهذه الشخصية. فبالتالي بما أن السيد الحلبوسي لم يقدم مرشح لحد هذه اللحظة، نتوقع أن يكون هنالك مرشح حصرا من الأنبار باتفاق ما بين السيد خميس الخنجر والسيد الحلبوسي. يعني هل فعلا أنت تعتقد أن الإطار التنسيقي راح يقبل بمن يرشحه السنة أم يتحرك على أطراف؟ إذا رشح السيد مثنى سامرائي أعتقد هو مشكلة أساسية بالموضوع، حتى لو أنه صار هنالك توافق عليه، يعني ما يحتكمون ما يحترمون لغة الأرقام في قضية أن يكون هذا الشخص ممثل. قالت المرشحة لانتخابات مجالس المحافظات عن حزب السيادة في ديال ابتهال الديني أن برنامج الحزب الانتخابي يركز في إعادة إعمار المحافظة وإنهاء ملف النازحين ودعم العوائل المتعففة وتوفير فرص عمل للشباب. برنامجنا الانتخابي إن شاء الله سيتركز على دعم العوائل المتعففة، دعم العوائل النازحة، دعم الشباب، دعم بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب في المحافظة. أيضا برنامجنا الانتخابي يعمل يتركز على إعادة إعمار المناطق المحررة، يعني التنسيق مع الحكومة المحلية، مع الحكومة المركزية، إدارة المحافظة والحكومة المركزية لعمل مشاريع وإطلاق دعوة كبيرة للشركات الوطنية والأجنبية للاستثمار في المحافظة، لإعادة إعمار المحافظة بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص في المحافظة لتوفير فرص عمل لشبابنا، لأنه المحافظة تعاني من كثير من المشاكل، من الإهمال، من البطالة. فبرنامجنا الانتخابي يرتكز على دعم العوائل المتعففة، دعم العوائل الفقيرة، إعادة إعمار المحافظة، إعادة العوائل النازحة، غلق ملف النزوح، بالإضافة إلى دعم شبابنا في المحافظة. أدانت الحكومة العراقية التصعيد الأخير في الساحة العراقية والهجوم الذي استهدف منطقة جرف النصر، وعدته انتهاكا واضحا للسيادة ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي بحسب بيان رسمي. المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ذكر في بيان أن الحكومة تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير على أنه خطير وفيه تجاوز مرفوض على السيادة، وأنه جرى من دون علم الجهات الحكومية، وفيما أشار إلى أن أي عمل أو نشاط مسلح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية يعد مدانا ونشاطا خارجا عن القانون ويعرض المصلحة الوطنية للخطر. أكد أن الحكومة هي المعنية حصرا
بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين، ولا يحق لأي جهة خارجية أداء هذا الدور نيابة عنها. فيما وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه، وعدم السماح لأي جهة أن تخل أو تضر بأمن البلد واستقراره. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي تعرض عدد من مواقعها لضربات أمريكية أودت بحياة 8 من عناصرها وأصابت 4. وذكرت الهيئة في بيان أن الضربات شملت قيادة عمليات الجزيرة ضمن قطع جرف النصر شمالي بابل، وعبرت الهيئة عن إدانتها الشديدة لهذا العمل وعدته عدائيا، وأكدت أنه يمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق، مجددة التزامها الكامل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية والعسكرية والدفاعية، ولن تتردد بالقيام بأي واجب دفاعا عن العراق وسيادته. وعبر الإطار التنسيقي عن إدانته للتجاوز على السيادة العراقية على خلفية استهداف القوات الأمريكية لمقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي في منطقة جرف النصر. ودعا الإطار في بيان إلى إيصال الرسائل الرسمية الواضحة والعاجلة للجهات المعنية للحفاظ على السلم والأمن، فيما شدد على الالتزام بالمهام المحددة لجميع القوات التابعة للتحالف الدولي وفق القوانين العراقية، مؤكدا أن أي تجاوز وتصرف غير منحصر بمحاربة داعش يعد تجاوزا خطيرا ومدانا، مضيفا أن ما جرى يسهم في زيادة المواجهات مع قوات التحالف، وهو أمر لا يتمناه الإطار الذي ثمن جهود الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية والمقر الأمنية وفرض القانون. وكان الجيش الأمريكي أعلن تنفيذ ضربات دقيقة على موقعين في العراق ردا على هجمات طالت قواته والتحالف الدولي. القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى ذكرت في بيان أن الضربات الجديدة رد مباشر على الهجمات، فيما نفذت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن الولايات المتحدة نفذت سلسلتين من الضربات في العراق ضد مسلحين تدعمهم إيران في أول رد أمريكي علني على عشرات الهجمات الأخيرة ضد القوات في المنطقة، مشيرا إلى أن الطائرات المقاتلة شنت غارات دمرت فيها مركزا لعمليات أحد الفصائل المسلحة في جرف الصخر جنوبي بغداد. وعن الضربة السابقة لسيارة فصيل مسلح في أبو غريب غربي بغداد، قالت سابرينا سينغ نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون إن طائرة عسكرية أمريكية قصفت السيارة ردا على مهاجمة قاعدة عين الأسد بصاروخ باليستي قريب المدى. أستطيع أن أؤكد الهجوم الذي شنته فصائل باستخدام صاروخ باليستي قريب المدى ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات غير خطيرة وبعض الأضرار الطفيفة في البنية التحتية. مباشرة بعد الهجوم قامت طائرة عسكرية أمريكية من طراز AC-130 بتوجيه ضربة للدفاع عن النفس ضد مركبة تابعة لفصيل مسلح بداخلها عدد من الأفراد المشاركين في الهجوم، وأسفرت الضربة عن بعض الوفيات. وشهدت المنطقة الخضراء الليلة الماضية إطلاق نار كثيف إثر الاشتباه بتحليق طائرة مسيرة فوق مقر هيئة الحشد الشعبي. وكالة رويترز نقلت عن مصادر في الشرطة والجيش قولها إن قوة أمنية فتحت النار على الطائرة المسيرة من دون أن يتضح ما إذا كانت مسلحة، فيما أفادت المصادر بأن التقييم الأولي يشير إلى أن المسيرة كانت في مهمة مراقبة. أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية بين حركة حماس وإسرائيل. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن توقيت الهدنة سيعلن خلال 24 ساعة وستستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد،
مشيرة إلى أن الاتفاق يشمل تبادل 50 محتجزا في غزة بعدد من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل ضمن مرحلة أولى، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. ولفتت الخارجية القطرية إلى أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من قوافل المساعدات الإغاثية بما فيها الوقود للقطاع المحاصر. وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة السادسة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.